واشنطن تبيع للرباط منظومة باتريوت الصاروخية الممنوعة عن أنقرة لضمان التوازن مع S-400 الروسية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. في 10 دجنبر 2020 نشرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرا حول الصفقات التي تمت بين واشنطن والرباط لتزويد الجيش المغربي بالأسلحة والآليات العسكرية، وهي الوثيقة التي أكدت بشكل رسمي حصول المغرب مستقبلا على منظومة الدفاع الجوي باتريوت المتطورة التي ستمكن المملكة من التصدي لتهديدات الطائرات والصواريخ الباليستية، ما سيمكنها من ضمان تفوق استراتيجي في محيطها الإقليمي. لكن هذه الخطوة وإن كانت إضافة نوعية للمنظومة العسكرية المغربية، فهي تعني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن المملكة هي أحد أهم حلفائها العسكريين في القارة الإفريقية، وتوجد على حدود الجزائر الدولة التي ترتبط عسكريا بروسيا، الغريم الأول لواشنطن في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسر تعجيلها بالموافقة على هذه الصفقة لصالح الرباط دون الحديث عن أي تردد، في الوقت الذي رفضت فيه تزويد تركيا العضو في حلف الناتو بالمنظومة ذاتها. وتمثل هذه الخطوة تعديلا أمريكيا في موازين القوى في المنطقة المغاربية لصالح حليفه المغربي، بعد الحديث عن حصول الجزائر على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، والذي يعود إلى سنة 2015 حين كشفت صور وتقارير عن كون الجيش الجزائري هو الأول في العالم الذي حصل على هذه المنظومة خارج روسيا، ما سيمنحه القدرة على التصدي للطائرات والمروحيات والصواريخ المعادية. لكن دون وجود أي تأكيد رسمي لا من طرف موسكو ولا من طرف الجزائر، غير أن التأكيد جاء بشكل مباشر في نوفمبر الماضي حين استعرض الجيش الجزائري نظام الصواريخ الروسي إسكندر أي، الذي وصف بأنه أقوى نظام للصواريخ الباليستية في العالم، والذي لم تسلمه روسيا إلا إلى دولتين فقط هما الجزائر وأرمينيا. وحينها أكدت شبكة روسيا أن موسكو سلمت الجزائريين هذا النظام إلى جانب دبابات T-90 ومنظومة صواريخ بانتسير وغواصات فارشاف يانكا، والأهم منظومة الدفاع الجوي S-400. لكن الموافقة الأمريكية تأتي أيضا لقطع الطريق على روسيا لبيع منظومة دفاعها الجوي للمغرب، وذلك بعد حديث الوكالة الروسية لتسويق المنتجات الحربية عن شروع المملكة في مفاوضات مع موسكو للحصول عليها منذ 2017، وهو ما ستتراجع عنه. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.